يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على شخص منتحر وهو له صلة قرابة مني؟ هل ايش؟ هل يجوز الاعتمار على شخص منتحر؟ يعني قاتل نفسه. نعم، المسلم ولو قتل نفسه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وعليه الوعيد، لكنه مسلم، يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له لأنه مسلم. الانتحار، قتل النفس، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة لا تخرج الإنسان من الإسلام، يكون بها فاسقا مسلما ناقص الإيمان، فيدعى له ويصلى عليه ويستغفر له لأنه من جملة المسلمين. نعم.